خفيف وعندكم مام جطري. وشوف الله يبارك. مساء النور، صحة عشويتكم. سمن المسمن ولا المدلوك، انا نبغيه في الطاجين بالفارينة، وحاجة سهلة وبنينة وروعة. غادي نقول لكم المقادير تاعها بلا ما نطول عليكم. وقبل هذا اللي ما شاركش في القناه تاعي ومازال ما شارك يخاف يشارك، اوكي، ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد فيديو هاتي، اوكي، ولايكات لايكات. بسم الله. هذه فارينه، واحدة 300 غرام تاع فارينه. عندنا هنايا مغرف كبيره تاع سكر ومغرف صغيره تاع خماره تاع الخبز، وعندك قرصه تاع الملح والماء باش نلمو العجينه. هذا مكان اختي. نبداو بسم الله، توكلنا عليك. يلا نديرو هذا المغرف الكبيره تاع السكر هنايا، نديرو ثاني معنا هذا الخماره تاع الخبز، نديرو مغرف صغيره كما هكذا ممسوحه هكا. اكتيفو باش ما يجيناش الفيديو طويل. نديرو قرصه تاع الملح هكا، ايوا، ونلمو العجينه بالفارينه. شو قلت لموا الفارينه بالماء، اوكي. اختي انا ضربه فيها العشويه، ما نكذبش عليك، انا نبغي ناكل حاجه مع الحشيه، نخمم في العشويه اكثر من نخمم في الفطار. نبغي نشرب لاتاي مع الحشيه، وكاش بغي واحد يقلع لي ولا قهوه بالحليب. دروك نلم الفارينه بيدي وراها طرات. كنت صغيره كنت نعجن العجينه حتى لين نكتلها كاع، ما تقولي صاي طلقتيها كاع، طلقتيها خسرتيها، وانا نقولها لا ما نزيدها شويه. صافي لا طاحت في يدي العجينه، مسكينه الله يرحمها. انا غادي ندير لها كورات كورات صغار، عفوا، نقسموها على 10 تاع لي بول هكذا هكا، هادو ثلاثه هكا، ونغطيهم بالفيلم اليمونتي، نخليهم يريحوا قد ربع ساعه. ربع ساعه ما تكثرش عليهم، ولا 10 دقائق تكون حماره، يريحوا شويه ونبداو نخدموا بهم. اوكي قعدي معايا. كيما نقولوا راني رجعت لكم دركا، خلينا داك المسمن هذاك العجين تاع المسمن يريح، وغادي نوريكم الوصفه الثانيه. اوكي، هذا السميد، سميد الرقيق، ديري ربع مغارف كبار كيما هكا، وديري الزيت، عندك الزيت، مغرف صغيره تاع لا ليفور الفرفاره، وعندك الدهان، الزبده اللي كي باغيه. بون، انا غادي نكب هنايا نص زيت في هذا الكاس، نصها زيت، ونديرو نصه تاني زبدة. هاكا كما كتشوفي، نخليهم يدوبوا في الميكرووند في رحبة، ونعاود نرجع لكم نكملوا الوصفة في رحبة. هاوليك وجد معايا هذا الدهان مخلط بالزيت، راني ذوبته كما كتشوفي. غادي نديره هنايا، نزيد عليه هذوك الربع مغارف تاع السميد، نزيد معاه مغرف صغيره تاع لا ليفور. نجيب مغرف صغيره تاع لا ليفور كما هكذا، غير شويه برك، ونحركهم في رحبه. هذا الخليط غادي نوري لكم كيفاش غادي نديرو به دركا، اوكي، خلوه على جهه، وهذا غادي نطلو به هذاك المسمن اللي هو المدلوك ولا المسمن كيما تعيطوا، خليه على جهه وروح نشوف هذاك المسمن. اوكي بسم الله، ها هو ريح معنا شويه. وقبل ما نبدا نخدم غادي ندير طاجين يحمى. اوكي بسم الله، نبداو. عندي شويه زيت، نديرها في البلون دو طرافاي تاعي كيما هكا، وندي وحده من هذاك الخبيز، زيت
نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه بقبولتي الحاره، وصحه عشويتكم، والى فيديو اخر وعشويه اخرى ان شاء الله. اوكي، سلام.